ازيكم؟ ان شاء الله النهاردة في الفيديو هنعمل فطاير الباباروتي. طبعا في ناس كتيرة قوي تعرفها وفي ناس برضو لسه كتير ما تعرفهاش. للي ما يعرفهاش، هي عبارة عن عجينة بريوش هشة جدا وطرية زي القطن، وطبعا فوقيها كده طبقة مقرمشة من القهوة، فبتدي توليفة كده يعني طريان وهشاشان مع قرمشة من بسيطة من فوق، رهيبة. وزي ما انتم شايفين بصوا العجينة هشة ازاي، وطبعا الطعم بتاكلوا بريوش مع نكهة قهوة كده في الخلفية، حاجة رهيبة. وطبعا لما بتفتحوها بتلاقوا كده نقطتين لبن من بقايا الزبدة اللي كانت جوه، فبتدي طراوة كده للعجينة وطعم زبدة رائع. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي ونشوف الوصفة بتاعتها. ومعايا 260 جرام من دقيق المخبوزات. انا بستخدم دقيق الضحى لان نسبة الجلوتين اللي فيه حلوة وهو دقيق قوي، بس لو ما عندناش ممكن نستخدم اي نوع دقيق مخصوص للمعجنات وللبيتزا. وفي بولة كده ازاز هبتدي احط المواد السائلة بتاعتي. انا معايا 60 ملي من اللبن او ربع كوباية. المواد السائلة بتاعتي كلها ساقعة لان انا حبيت العجينة بتاعتي في التلاجة لتاني يوم تخمر براحتها، بس لو انتوا هتعملوها في نفس اليوم خلوا المواد السائلة بدرجة حرارة الاوضة، بلاش دافية لان الجو بتاعنا طبعا حر جدا ورطوبة عالية. هحط فوقيهم بقى برضو 60 ملي من لبن الرايب، وهحط فوقيهم بيضة كاملة، وبعد كده هحط 35 جرام من السكر وهقلبهم كويس عشان السكر يدوب معايا. وبعد كده هضيف عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، انا بستخدم خميرة فورية، وبرضو هقلبها كويس. وهبتدي اشغل العجانة بتاعتي وابتدي اضيف الخليط بتاعي السوائل ده كله مرة واحدة وابتدي اعجن. وطبعا اطمن ان انا نزلت كل السوائل وبقايا الخميرة كويس، وهبتدي دلوقتي اعجن العجينة بتاعتي. الحقيقة العجينة بتاعتي اول لما لمت حسيت انها محتاجة لسه حبة سوائل. زي ما انتم شايفين بصوا العجينة تعتبر مش طرية، انا عايزة العجينة بتاعتي طرية. فانا جهزت معلقة كبيرة من اللبن، مش هحطهم طبعا كلهم مرة واحدة، هحط حبة حبة، يعني معلقة صغيرة في معلقة صغيرة، لحد لما احس ان العجينة بتاعتي بقت طرية كفاية. بصوا زي ما انتم شايفين بعد ما زودت معلقتين من اللبن، بصوا العجينة بتاعتي بقت طرية وحلوة ازاي كده. خلاص هبتدي بقى ازود او اضيف الملح، معايا هنا نص معلقة صغيرة من الملح، وهسيب العجينة تتعجن لمدة ربع ساعة كمان لحد لما تنعم معايا وتاخد كفايتها من العجن. وبكده خلاص انا العجينة بتاعتي خدت كفايتها من العجن، شايفين بقت ناعمة وسطحها املس كده. خلاص برضو ممكن نعرف اذا كانت اتعجنت حلو ولا لا لو شدينا كده طرف العجينة بالراحة ولقيناها بتمط معانا بالمنظر ده كده، يبقى هي خلاص خدت كفايتها من العجن. دلوقتي هنبتدي نشغل العجانة تاني عشان نضيف الزبدة بتاعتنا. انا معايا هنا 40 جرام من الزبدة الطرية، هنضيفهم على مرحلتين او ثلاثة، او ممكن حتى نضيفهم مرة واحدة زي ما تحبوا. انا عايزة العجينة بتاعتي تتشرب من الزبدة ويتعجنوا مع بعض كويس لحد لما احس ان العجينة اتشربت خالص وما بقاش فيه اثر للزبدة والعجينة بتاعتي بقت طرية وناعمة. وده كده خلاص شكل العجينة بعد ما اتعجنت كويس مع الزبدة، شايفين بقت انعم اكتر وبتلمع اكتر ومطاطية كمان اكتر واكتر. شايفين شكلها حلو ازاي. انا دلوقتي هاخدها على الترابيزة عشان اوريكو برضو شكلها وقوامها، وبرضو اوريكو لو حابين تعجنوها على ايديكو بتتعجن بالمنظر ده، ان احنا بنعمل stretch and fold او بنمط العجينة كده ونطبقها على بعض. دي طريقة العجن انواع البريوش او البريوش. هنلمها بقى على بعض وبعدين هحطها بقى دلوقتي في التلاجة، هحطها في بولة كده واغطيها كويس بالكلينج فيلم وادخلها التلاجة تخمر لتاني يوم. واحنا كده تاني يوم، انا طلعت العجينة بتاعتي من التلاجة، شايفين خمرت حلو ازاي. دلوقتي انا هاخدها اوزنها كلها عشان انا عايزة اقسمها لتمن قطع متساوية. وزن كل قطعة تقريبا عمل تقريبا 63 جرام.
بعد كده بقى هاخد كل قطعة واكورها كده، وبعدين اغطي العجينة بتاعتي واسيبهم 5 دقايق كده يرتاحوا، او حتى نبتدي على طول مع اول كورة احنا عملناها. وبعد كده هبتدي بقى اجيب، شايفين قطع الزبدة، انا مقطعة قطع الزبدة لمربعات وزن كل واحدة 6 جرام، وحطيتهم في الفريزر. الخطوة دي مهمة جدا، لازم يتحطوا في الفريزر ولازم يجمدوا كويس، يعني يكونوا متجمدين كويس قبل ما نبتدي نشتغل فيهم. وهبتدي دلوقتي اخد العجينة بتاعتي وابتدي ابططها. ممكن نستخدم دي كده، نرش حبة دي لو حسينا ان احنا محتاجين، وبططها كويس، وابتدي احط الزبدة بتاعتي قطعة الزبدة فيها، وابتدي ان انا اقفل عليها كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين كده، وابتدي احطها في الصينية بتاعتي. وبعد ما حشيناهم كلهم بالزبدة، دلوقتي انا هسيب العجينة بتاعتي تخمر لتاني مرة، طبعا عشان العجينة طالعة من التلاجة فلسه طبعا درجة حرارتها ساقعة، فهي هتاخد وقت في التخمير، يعني انا قعدت معايا 1.5 ساعة، انما لو هتعملوا العجينة في نفس اليوم هي بتاخد تقريبا ساعة عشان تتخمر. ولازم طبعا ناخد بالنا عشان الجو حر جدا ورطوبة عشان ما يحصلش تخمير بزيادة. ودلوقتي هنعمل طبقة القهوة المقرمشة الحلوة اللي بتتحط فوق العجين. انا هنا معايا 30 جرام من الزبدة الطرية، هحط فوقيهم 25 جرام من السكر، وابتدي كده اقلبهم بالسباتشلا عشان بس يندمجوا مع بعض، واعرف اضربهم كويس بمضرب البيض اليدوي. وبعد كده انا كسرت بيضة وضربتها واخدت منها 25 جرام، الباقي بقى ممكن نعمله في الفطار الصبح مع بيض تاني. وهبتدي ان انا اقلبهم كده بالمضرب البيض اليدوي لحد لما الخليط كله يندمج مع بعضه. وهبتدي اضيف الدقيق بتاعي، انا هنا معايا 40 جرام من الدقيق، وانا هنا مستخدمة نفس نوع الدقيق اللي احنا استخدمناه في العجين. وهبتدي اقلب برضو بس بالراحة عشان الجلوتين ما يشتغلش. وهحط فوق الخليط بتاعي ده 1/4 معلقة صغيرة من الكاكاو، وبرضو هقلب بالراحة. وبعد كده هبتدي اضيف القهوة بتاعتي، انا هنا معايا 2 معلقة صغيرين من قهوة الاكسبرسو سريعة الذوبان، فوقيهم 2 معلقة صغيرين برضو من المية، وقلبتهم مع بعض. وبعد كده بقى هنقلبهم في الخليط بتاعنا بالراحة، وده قوام العجينة بتاعتي، شايفين ده شكلها. دلوقتي انا هاخدها احطها في بايبنج باج عشان نبتدي نحطها على العجين بتاعنا بعد ما يخمر وقبل ما يخش الفرن بتاعنا. وده شكل العجين بتاعنا بعد ما خمر لتاني مرة. زي ما قلتلكو هو قعد 1.5 ساعة، ونخلي بالنا عشان ما يخمرش بزيادة لان الجو عندنا حر جدا ورطوبة عالية جدا. دلوقتي انا هبتدي احط الطبقة المقرمشة بتاعتنا، او اللي هتقرمش في الفرن ان شاء الله، اللي هي طبقة القهوة. بنحطها بالشكل ده، وطبعا مش هنحط على الفتيلة كلها، مجرد بس هنقف عند الجزء ده، والباقي هيتساب لان طبعا هي هتسيح لسه في الفرن وهتغطي كل العجينة بتاعتنا. ودلوقتي خلاص انا مشغلة الفرن من بدري على درجة حرارة 180، هتدخل وبعد كده هتقعد تقريبا 1/2 ساعة، ووريكو شكلها بعد ما تطلع. وده كده شكلهم النهائي. هما في الكافيه بيتقدموا كده سادة، وممكن كمان بيتقدموا بتوبينجز مختلفة، يعني ممكن تحطوا عليها رشة نوتيلا او رشة لوتس زي ما تحبوا. هما طعمهم تحفة وادمان الحقيقة، هما فعلا ادمان. طعمهم بجد لما هتجربوه هيعجبكوا قوي. هتلاقوا دايما وصفاتي مكتوبة تحت كل فيديو، واشوفكوا في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.